расплылась в лиловое пятно, и зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить. رحيل آخر رموز الاتحاد السوفيتي الذي لبس قبعة رعاة البقر ومنح وسام الحرية الأمريكي وشارك في إعلانات لعلامات تجارية فرنسية. ميخائيل غورباتشوف صديق الغرب القادم من الشرق رحل في وقت يعادي فيه كل الغرب أقوى قياصرة العصر الحديث في حربه على أوكرانيا. شتان بين الرجلين، أحدهما أنهى حربا باردة وآخر بدأ حرباً لا نهاية لها. رجل ينحدر من عائلة أوكرانية روسية، اختلف عليه الروس واتفق عليه الغرب ونال رضاهم وحبهم وأسفهم على فقدان رئيس أسقط جدار برلين وساهم في توحيد ألمانيا. Mr. Gorbachev, open this gate. فيما يلومه الروس بتفكيك الاتحاد السوفيتي ورومانسيته مع الغرب. رغم ذلك فتح غورباتشوف في عهده البلاد على السوق الغربية واعتبر أن ما فرقته السياسة جمعته قطعة بيتزا. وهذا ما أراد إيصاله في إعلان ترويجي اصطحب فيه حفيدته لتناول منتج غربي في البلد الشيوعي وقتها. لكن حرب بوتين أفسدت طعم البيتزا وسحبت المتاجر ومطاعم الوجبات السريعة والشهيرة. رئيس سابق بنكهة غربية شارك في فيلم Far Away So Close أو بعيد وقريب جداً لمخرج ألماني عام 93، وظهر في الكثير من الإعلانات التجارية حتى بات عرب البيرستريكا رافعاً راية الانطلاق في قطار الإصلاح السريع. إلا أن الإصلاح ما لبث أن تحول إلى إفساد بعد الحرب على أوكرانيا ومعاقبة الغرب لسيد الكرملين. رجل السلام كما وصفه ماكرون اليوم نال جائزة نوبل للسلام قبل 3 عقود، عاش على هامش السياسة لأكثر من 20 عاما، لكنه كان يدعو بين الحين والآخر الكرملين لخفض التوتر بين موسكو وواشنطن. ولا حياة لمن ينادي، فقد رحل المنادي وبقيت الحرب. سمح السيد العربية.